لما اقول ربنا يفك كرب اخواتنا، ويا رب يا رب يا رب يا رب يفك دقتهم ونشوفهم في اقرب وقت ويكون مع اهاليهم، لعل تكون ساعة استجابة. وانت صايم ما تنساش تدعي لاخواتك ان ربنا يفك كربهم، لعل تكون ساعة استجابة مني او منك، واحنا صايمين بكون الاستجابة اكتر. فلا تنسى اخوك في الدعاء في الصيام، ربنا يفك كربهم ويفك كربهم ويفك اسرهم يا رب، ويكونوا مع اهليهم خلال الايام الجاية في رمضان ان شاء الله، وربنا يصبر اهاليهم باذنك يا رب. النهاردة حكاية من حكايات الدراويش، وهيكون معانا حكاية محمد حازم وشادية. حكايتنا الرابعة النهاردة، وحكاية من حكايات الدراويش وحكاية حازم وشادية. طبعا محمد حازم رحمة الله عليه، اللعيب المتميز للنادي الإسماعيلي أو الأسطورة للنادي الإسماعيلي، كان من العاشقين للفنانة شادية، وكان بيحبها جدا. وكان في مباراة الإسماعيلي والزمالك، والإسماعيلي كان بيلعب الزمالك في الإسماعيلية، والإسماعيلي اتغلب من الزمالك 2-1، واللي أحرز الهدف ده كان محمد حازم رحمة الله عليه. أحمد رمزي الكرة ورا صاوي حمادة الرومي بيلعب كرة عالية عنده واحد الأولاني محمد حازم، محمد حازم الجول الأولاني للإسماعيلي، أصبحت النتيجة 2-1. جاب الجول في الدقيقة 24 عليه. اليوم ده محمد حازم أضاع ركلتين جزاء، أهدر ركلتين جزاء للنادي الإسماعيلي. بعد المباراة محمد حازم كان حزين جدا، لدرجة إن جماهير النادي الإسماعيلي شجعت محمد حازم ونادت عليه وشجعته، وكان في استقبال يعني إيه حافل جدا لمحمد حازم بعد المباراة، بعد ضياع الركلتين جزاء، لأن جماهير النادي الإسماعيلي كانت بتعشق محمد حازم. عمل فاول بدون لزوم او هاند بول، تعملها جول للاسماعيلي، هات انذار. المباراة دي كان بيتفرج عليها أمير سعودي. أمير سعودي ده حب محمد حازم من حب الجماهير النادي الإسماعيلي ليه، وبعد المباراة لما طلب محمد حازم لمواساته فقابله وقال له إيه الهدية أو اطلب طلب تتمناه أحققه لك في الحال. فرد محمد حازم وقال له أنا نفسي أشوف الفنانة القديرة شادية. وجاء الأقدار بقى إن الأمير السعودي وكيل أعماله كان مدعو في أحد الحفلات لشادية في القاهرة، في أكبر المطاعم والفنادق في القاهرة، وكان الحفلة دي كان بروتوكول عشان خاطر شادية وفريق العمل بتاعها اللي هي كانت مسرحية ريا وسكينة، كان بروتوكول للعرض في الخليج. وبالفعل التقى اللاعب محمد حازم بالفنانة شادية الممثلة المشهورة، وكده حقق حلم أمنياته. فسأله السعودي مرة تانية إيه أمنيتك أو هدية تانية حققها لك، قال له أنا كده اكتفيت، طالما شفت الفنانة القديرة شادية أنا كده اكتفيت كمحمد حازم، أنا كمحمد حازم اكتفيت. ودي كانت حلقتنا النهاردة من حكاوي الدراويش. شكرا ليكم، وحابب اشكر كل اللي بيتابعنا وبيتابعنا حكايات الدراويش. شكرا لكل تدعيمكم، وشكرا ليكم. لو بتعجبكم الحلقات وحكايات الدراويش ما تنساش تعمل لايك وكومنت، لان رايك يهمنا. جميلها جول للاسماعيلي. الله يرحمه حازم، خد هذا اللقب مرتين بس ب 11 جول، وبعدين توفى. تشاء الظروف ان بعد ما توفى الموسم اللي بعديه هياخدها عماد سليمان، يعني نقدر نقول هم توأم جوه الملعب، بيكرروا لا ب 11 هدف، يعني الغريب انه ب 11 هدف. فكان يعني الرقم بقى بعد ما الطرق الدفاعيه والضغط تكتيك زاد من ناحيه التنظيم الدفاعي ومراقبه المهاجمين والحاجات دي كلها قللت.